يمكن يا مصطفى كلنا تابعنا من كام يوم مباراه السوبر المصري اللي اتلعبت في الامارات ما بين النادي الاهلي وبيراميدز، واللي رصدت عدسات الكاميرات الحقيقه العديد من المشاهد الجميله الخاصه بالجمهور في المدرجات. لكن في الحقيقه كان في مشهد كده مبهج لوحده ومختلف لوحده، ومشهد فيه تشجيع طول المباراه. ده حقيقي، وربما كان حديث السوشيال ميديا او بنقول عليه ترند. الصوره اللي خطفت المشاهدين وكانت حديث وسائل الاعلام زي ما قلنا هي صوره الشيخ احمد ابراهيم. الشيخ احمد ابراهيم المشجع الاهلاوي اللي من ذوي البصيره اللي ما كانش ربما شايف المباراه، لكن هو كان ماسك في ايده راديو صغير وبيسمع لهذه المباراه وتعليقها من المدرجات، حتى ان التعليقات كلها قالت ان هو يعني يرى المباراه بقلبه. يعني كان التعليق الاكبر والاكثر ان هذا الرجل الذي يرى المباراه بقلبه. خلينا نرحب بيه. اهلا بك يا شيخ احمد. يا مرحبا يا استاذ مصطفى، اهلا وسهلا. ايه الحلاوه والجمال ده كله؟ ده انت الناس كلها شافت اللقطه العفويه والجميله دي. صباح الخير عليك يا شيخ احمد. يعني في البدايه كده وانت وجودك في المدرجات كنت حاسس ان الاهلي هيفوز بالسوبر؟ احنا دايما واثقين في الاهلي، احنا بس بنصبح عليكم الاول وعلى الوالد والوالده ربنا يحفظهم عشان بيرضوا يعني متابعينا وكده في مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالحاج والحاج. اهلا وسهلا. لازم اول ناس يعني واهم ناس عندي طبعا. اكيد طبعا اكيد. وانتم طبعا يعني ما يعني برضه يعني شاكرين اهتمامكم والله، ويعني سؤالكم ودعمكم يعني لينا، وده مش غريب عليكم يعني. يعني ده العادي ان احنا فعلا نركز اهتمامنا على حد فعلا خد اهتمام كبير قوي من قبل السوشيال ميديا، والناس كلها كانت مبسوطه بيك، واحنا مبسوطين ان انت كنت بتحضر الماتش. وكان كمان يعني بننبسط انه لما ماتش مصري بتلعب على اراضي غير مصريه الجمهور بيتابع وبيشوف، ومبسوطين كمان ان انت كنت هناك وحريص قوي على انك تسمع الماتش. حتى الناس قعدت تقول ان انت شايف الماتش بقلبك، فعايزين نعرف احساسك كده، احكي لنا. والله انا لان انا حضرت كم ماتش قبل كده، ان كان يعني حضرت مره في استاد القاهره في مصر. فيعني مجرب الاجواء الجماهيريه يعني. فطبعا الامارات يعني زي مصر بالظبط. بالظبط طبعا. حفاوه واستقبال وتنظيم وكل حاجه، وناس يعني عندها ترحيب باي شعب وخصوصا الشعب المصري يعني. يعني فطبعا حضرت انا في الامارات بقى اكتر من ماتش يعني الاهلي وكده. فالاجواء متعود عليها طبعا، وفي وسط الجمهور حاجه تانية صراحه يعني. الفرحه لما بتكون في وسط الجمهور، ويعني معروف جمهور الاهلي كبير يعني زي ما بيقولوا يعني. ف واحنا عندنا يعني الاهلي احنا عندنا ممكن يكون في ريال مدريد زي كان التقرير ومانشستر سيتي والكلام من ده، لكن انا احنا مثلا عندي الاهلي اهم من ريال مدريد عندي بالنسبه لي يعني. حتى وان كان ريال مدريد اقوى في الكوره ومفيش الاهلي في القلب زي ما بيقولوا. لا الاهلي حاجه تانية يعني. طيب انت يعني احساسك ايه وانت قاعد وسط المدرجات؟ انت قلت لي ان دي مش اول مره انك تروح تشوف الماتش بنفسك، يعني انت رحت قبل كده اكتر من ماتش. ايه اللي بيختلف؟ يعني انت النهارده سواء قاعد في البيت او سواء قاعد جوه المدرجات، ربما انت مش شايف اللعيب اللي بيلعب قدامك، لكن انت حاسس بيه وسامع التعليق. يعني احكي لنا يعني اتفضل. اتربينا زمان على الراديو وسماع الراديو المصري التفصيلي وكده طبعا، كذلك في التلفزيون. فانا يعني خلاص انا مكون خلفيه عن كل لاعب وعن تحركاته ومستواه وكلام من ده تمام. زيد على ذلك بقى ان انا يعني ليا صاحب على طول، مرافق ليا يعني في الاستاد على طول يعني، فاهمين كوره واهلاوي زي وكده يعني. تمام. فالجو في الاستاد بيكون مختلف شويه بقى، ان يعني ايه وجودك في وسط الجمهور بيخليك يعني ايه اهدى شويه. لكن في البيت انت بتبقى يعني شويه منفعل. يعني قاعد يعني ايه مترقب، مش عايز صوت جنبك يعني كده يعني. لكن في الاستاد يعني بتكون الامور ايه اهدى، في مناقشات حواليك، بتسمع شويه على الموبايل مثلا تعليق كده. شويه بقى بتقفل وتركز شويه مع التشجيع والناس. بتبقى اجواء مختلفه صراحه يعني. لا والفرحه في الاستاد كمان لا غير يعني، غير خالص. انا سمعت ان انت تلقيت يمكن دعوه من النادي الاهلي عشان تزوره، ده صح؟ حصل تواصل معايا ناس كتير، ويعني نشكرهم شكر يعني على الاهتمام، سواء يعني اللاعبين المحترمين اللي يعني كان لهم لفتات كويسه زي كابتن عبد المنعم وكابتن رامي كابتن ياسر وكابتن كارو يعني كله صراحه الناس مهتمه كلها.
كذلك في ناس والله في اعضاء مجلس الاداره، الدكتور محمد سراج الدين، الناس كلها مرحبه يعني، وده مش غريب على النادي، والنادي بيتنا يعني كلنا. صحيح، ما حدش قال لك قبل كده انت ازاي تبقى شيخ وتروح وتشجع كوره وتعمل وكده؟ ما بتسمعش حاجه زي كده؟ سمعنا كتير سمعنا كتير واخرها لما الصوره نزلت يعني. ايوه للاسف احنا يعني الناس بتعامل الامام او الشيخ انه بالزبط. مش بشر بالظبط كده، ما ينفعش ان ما ينفعش يظهر في استدامه. برافو عليك، بالظبط. بالعكس، احنا ناس واقعيين، احنا اول ناس لازم نكون ناس واقعيين، ان احنا اكتر ناس بنحتك بالناس في المساجد وكده. فانت لو مش عايش الواقع عمرك ما تعرف تفتي الناس بحاجه، لان انت بعيد عن الواقع. عمرك ما تبقى فقه الواقع ده يعني من اهم الاشياء لا انك يكون عندك درايه بكل شيء، مثلا بحيث انك اللي يجي لك ده لما يسالك عن حاجه تبقى عارف، يعني لازم يكون عندك معلومه عن كل حاجه يا شيخ، حتى لو من باب انك تهزر معاه تقول له بتشجع مين بتعمل ايه فتفتح معاه كلام. هي للاسف احنا يعني الناس واخده فكره ان احنا لازم نكون منغلقين، ما بنضحكش وما بنهزرش، ما نظهرش في اماكن. لا انا طبيعي زيك وبغلط زيك وعندي اخطاء وعندي حاجات كويسه، طبيعي انسان عادي يعني. طب انت مين بالنسبه لك هداف السنه دي في النادي الاهلي؟ والله لا يعني الكل ما شاء الله ماشي على مستوى كويس طبعا، ما شاء الله يعني. لا انت كده هتجامل بقى عشان هم اللعيبه كلموك. لا 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 الكابتن لان في اصحابي منهم برضه مش عايزين زعل حد يعني. لا انت هداف السنه دي بالنسبه لك انت مين؟ يعني انت شايف مين؟ ده حاجه ما تزعلش والله حاجة. والله لا انا مبسوط جدا بمستوى كابتن حسين يعني السنه دي، ما شاء الله يعني بدأ يرجع زي الاول. كابتن مروان ما شاء الله، مروان عطيه صفقه محترمه قوي قوي يعني، وكنا محظوظين بيها ما شاء الله. الكابتن عبد المنعم طبعا في الدفاع، مع يعني مستقبل مصر يعني في الدفاع. عندنا الحمد لله يعني اقوى سكواد في مصر يعني. ده حقيقي يعني. الشيخ احمد احنا مبسوطين ان انت كنت معانا في المكالمه دي. مبسوطين. الاستاذ مصطفى قال حقيقي شكله اهلاوي. انا بشجع المنتخب. يعني احنا كلنا بنشجع المنتخب، لكن احنا لا يسال اعلامي عن هويته الكرويه، لكن احنا بنحب يعني النوادي او قطبي الكره المصريه، احنا بنشجعهم من كل قلبنا وبندعمهم ووراهم على طول، وبنشكر الجمهور اللي بيحضر المباريات في يعني وبيشجع وبيدعم طول الوقت، لانه في الاول وفي الاخر هي دي الكوره. صحيح. نشكرك الشيخ احمد ابراهيم صاحب الصوره الاشهر في مباراه السوبر، وزي ما مصطفى قال عليها الترند الاشهر دلوقتي، ويعني مزيد من الصور ومزيد من اللقاءات ان شاء الله في المستقبل. صحيح. بإذن الله. شكرا لك يا شيخ احمد.